بسم الله الحمد لله يا ربي الفوز المحقق، وين كنا كامل لا سيمان نخدموا مع ستاف تكنيك على باش ما نطيحوش في ماتش بياج كيما هذا، هاي كيب ما عندها ما تخسر. هو الحمد لله يا ربي فوز باربع اهداف، فوز عريض يخلينا نجيبوا لا كونفيونس لي بروشان ماتش ان شاء الله. الحمد لله يا ربي توفيق من عند ربي سبحانه، وين تمكن تسجيل هدفين في اول لقاء لي، الفضل يعود لاصدقائي وين من النهار اللي جيت ما حسيتش روحي جديد في هذه الكيب، والحمد لله يا ربي اندمجت مع الجروب وتمكنت بسجل هدفين. الحمد لله يا ربي ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهم مقابله، واش نقول، تشبه المقابلات اللي فتناهم باسكو درك احنا واش منين نمشيو نقولوا بروبليم بروبليم، وانا مرض هذه المشاكل اللي تبعوا فينا. اون فايسي دو كيما نقول دو بريباري، وكيما قلت دو باش نشوفوا ان شاء الله الشمس ان شاء الله ان شاء الله في كره القدم هنايا. مالغريك على بالي سي با فاسيل، العبدين جميل يتكلمها بفمه بصح باش يخدم باش يخرج من المشاكل هذا صعيبه جدا صعيبه جدا. والفريق اكو شفتوا 80 ولا 90% سيسني بلوس في لي 18 جوار كل رديف، وحنا نيفيتيو كيما قلت باش يزول الفريق، هذه هي هذا هو الهدف تاعنا الاول. وحنا ان شاء الله نكونوا الفريق نكونوا اللاعبين باش يكونوا واجدين العام الجاي ان شاء الله. انا كيما اقول لك العام والخاص يعرف المشاكل نتاع الفريق، ما نقولش حنا برك، مي دونك حنا هما دركا في الفريق في الناسيونال اون لو سول جو كرو لو سول كلوب كي با اون سود هذا سيم بروبليم. و لا ستابيليتي نتاع الناس اللي يخدموا سوا سور لو بلان ادمينستراتيف ولا تكنيك ولا جوار، لا بلي بار دي جوار مشاو راحوا دوطر زوريزون، سي با فاسيل دو جور او لوندومان دو بريباري اون ايكيب بور ان شامبيونا اللي حنا بعدا فيه لاصقين فيه. انا با كيما نقول لك انا با لو شوا نجي ونصحوا وجهنا ونخدموا باش ان شاء الله نشوفوا كيفاش نخرجوا باموال العام الجاي ان شاء الله بفريق. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلت ديجا الحمد لله احنا جينا لعبنا المقابله، جينا في ظروف يعني مالغري لا سيتياسيون اللي رانا فيها، مي صافا
حاجه اللي نقدروا نتحملوها. قدر ربي خسرنا يعني انا بور مو خساره منطقيه باسكو تو سامبلومون ما راناش خادمين كاريمون يعني نوصلوا 60 مينوت سي بون باتري تكمل ما نقدروا نديروا حتى حاجه. نلعبوا فصادي كلوب خويا اللي فريمون الله يبارك بروفيتاو من لاتراف يعني تشان وحنا عندنا لعبنا 3 سيونس اونطرينينا واش حتخدم حنا جوست شغل باش تقدر تريزيستي برك في كونتر هاد لي جوار. واش غنقول لكم لي جوار نقول لهم يعطيهم الصحه ايلز اون تو دوني في كو لا سيتياسيون اللي رانا فيها وميم سي طحنا نعاودوا نقدروا ريكتيفيو يعني الفو با بي سي لي برا لازم نعاودوا نحييو هذا الكلوب برك يعني مي سي با لا فين دي مود ويعطيهم الصحه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اولا الحمد لله فوز اللي كان خدمنا عليه طيله فتره التحضير هذه فتره التوقف كان طويله شويه هذا اللي كان شفناه في بدايه المباراه كانت شويه بدايه صعيبه امام منافس اللي قعد لنا اون بلوك با الحمد لله قدرنا نديبلوكو لا سيتياسيون في لا فان تاع بريمير ميتون اون دوزيام ميتون كانت افضل قدرنا نفرضوا الريتم تاعنا المباراه فرضنا السيطره تاعنا كليا قدرنا نسجلوا ثلاث اهداف في الشوط الثاني نتيجة اللي راح تخلينا ان شاء الله نعملوا بارتياح وان شاء الله باكثر عزيمه لقادم المواعيد بدايه مباراه بارادو يوم الجمعه القادم ان شاء الله وان شاء الله القادم يكون افضل باذن الله.